نشرت وزارة الحرس الوطني وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني 92 مقطع لقصة مستوحاة من أحداث حقيقية لستة أبطال من منسوبي الوزارة بالحد الجنوبي صمدوا وهم صائمون أمام 100 عنصر معادي في اليوم العاشر من محرم. رجال فحص اتصال. حسن جيد. إبراهيم شغال. متعب؟ واضح واضح. فهد شغال شغال. ضمير أسمعك أسمعك علي تسمعني؟ أدري يا ابن الحلال أدري. حضر حضورك المعتاد. أبشر بأبشر يا بطل. بارك الله في الرجال اللي يسدون اللزوم. والله إن عارفين اللي يعرفون السلوم. إن بغيتها دفاع وإن بغيتها هجوم. في مشاهدات أمام القطاع. متعب الظاهر علينا نطاق تشويش. شلتك تشوشت الأجهزة ولا منها طال عمرك شوشت الأجهزة شاشة روسنا معها. كفو المو بعلي. شو هذا الاتصال؟ اتصال منقطع بين الرقابات حتى القيادة ما قدرت اتواصل معها. ابراهيم شو وضع الذخيرة؟ لا لا الامور طيبة. طيب وش العلم اللي يجيب؟ الليلة امسى علينا. تعلم سلاحك. تحرص على الموت تجيك الحياة. نحدث الخطة كامل. نعم خط غيثار رعد انقطع اتصال معه. عمليات حدث الموقف. أمرك. شوف الحل الاتصال بسرعة بسرعة. أفطر أفطر هاك. بسم الله اللهم لك الصمت على رزقك. أفطرت. بشر يا علي. بنزين بنزين. ايش خير يا علي؟ خير خير. امسك الفار امسك الفار. على هذا العمل يسعدنا أن ينضم لنا عبر سكايب الفنان أحمد يعقوب. هلا وسهلا بك يا أحمد. يا هلا وسهلا حياة. لو تعطينا فكرة عن هذا العمل وقصته وعن مشاركتك فيه تحديدا. العمل هو فيلم 10-1 من إنتاج مركز الاتصال والإعلام بوزارة الحرس الوطني. يروي واحد من المواقف البطولة اللي صارت لمنسوبي الحرس على الحد الجنوبي في 10-1 اللي هو عاشوراء وهم صائمين. موقف من مواقف الصمود اللي واجهوا فيها تقريبا 100 معتدي من العدو. العمل يجسد هذه البطولة.
ويهدى لروح الشهيد رقيب أول فهد بن معيض القحطاني اللي توفى واستشهد في هذه المواجهة. دوري في العمل أنا لعب دور عوضة في الفيلم، وكانت تجربة يعني مصدر فخر كبير. يعني ما أعتقد في شعور بالفخر يتجاوز أنك تجسد بطولات يعني جنودنا البواسل على الحد الجنوبي وفي كل نطاق أو مناطق الصراع والدفاع والمواجهة في وطننا. أحمد، لو تكلمنا بعد أكثر عن المشاهد اللي تصورت، وين موقعها وكم ساعة استمريتم؟ التصوير أخذ تقريبا 8 أيام. كان إنتاج ضخم من الحرس الوطني. يعني للأمانة المستوى اللي وصل له مركز الاتصال والإعلام في الحرس الوطني متقدم جدا. الإنتاج كان ضخم حقا. مثل ما ذكرت أن التصوير أخذ تقريبا 8 أيام، شامل التدريبات العسكرية للممثلين على استخدام السلاح. اللي شفتوه في العمل كله ذخيرة حية قدمت، ففي جهد كبير كان موجود في اللوكيشن على أساس أنه السيفتي للمؤدين، وأيضا أنه يظهر العمل بأكمل وجه بالصورة اللي تليق أنه نجسد فيها بطولات أبطالنا. التصوير كان ما بين جدة ومكة. الانتاج مثل ما ذكرت كان ضخم. اعتقد انه فيه خلينا نقول تطور عن مستوى العام الماضي. العام الماضي مركز الاتصال والاعلام قدم عمل سهم عزي، هذه السنه شفنا 10-1، وباذن الله ان تستمر هذه الانتاجات، لانه نحتاج حقا اعمال مشابهه في اطار الدراما العسكريه، انه تحتفي ب جنودنا وببطولاتهم اللي لا تعد ولا تحصى. واللي شفتوه في الفيلم يعني ما هو هذا، يعني غيظ من فيض كما يقال. يعني بالفعل انتاج ضخم ورائع، وفي يوم في ساعه، يعني يمكن ساعات قليله، وفي يوم واحد حقق مشاهدات عاليه. احنا بنتكلم على 7 مليون مشاهده، فهذا انما يدل على الحبكه الدراميه القويه لهذا العمل وعلى كيف عكست الواقع. ابغى اسال عن النفسيه، عن الحاله كممثلين اللي عشتوها اثناء تمثيل هذه الحادثة. خلينا نقول كيف عشتوا، كيف كان إحساسكم، كيف كان الواقع، خصوصا أنك ذكرت أنه كان كل شيء حقيقي، الذخائر كانت حية، الموقع كان حقيقي، كان كل شيء، ما كان ديكور عادي، يعني كانت هي الأشياء الحقيقية. بالضبط. خليني أنا أذكر لك شيء. تدريبنا تم، يعني إحنا تدربنا مع مجموعة من الأبطال. لما أقول أبطال حقيقيين، يعني أبطال من المعركة الحقيقية اللي تحدث على حدود بلد. الأبطال اللي واجهوا اللي إحنا نشوفه في الفيلم الآن، وبالتالي كان عندهم قدرة كبيرة على إنهم ينقلوا لنا حقيقة الحدث اللي صار، حقيقة المشاعر اللي هم مروا فيها، حقيقة ما يجري. وبالتالي احنا كنا على تماس مع القصة الحقيقية، مع الأحداث الحقيقية، مع الأشخاص الحقيقيين اللي واجهوا هذا التحدي وتحديات أخرى، يعني مثله وأكبر منه بكثير. فمبدئيا الواقعية الحكاية ومشاعر أبطالها الحقيقيين وصلتنا. 2، الموقع اللي تم فيه التصوير كان مجهز تماما بكل شيء، يعني ريل يعني. إضافة إلى التدريب العسكري اللي احنا مرينا فيه، الأوقات الطويلة اللي كنا نقضيها في التواجد كان في تكنيك من الإنتاج، إنه حتى تنقلنا كان يعني ببعض المركبات الرسمية التابعة للحرس الوطني. فإحنا في طول الوقت كنا في نفس الشعور، في نفس اللحظة. يعني تقريبا يعني أعتقد من بعد 24 ساعة ما كان عندنا أي خيار آخر إلا أننا نستشعر حقيقة الموقف. وأعتقد أن هذا اللي خلى المشهد يطلع أو خلينا نقول الفيلم تطلع مشاهده بهذه الدقة وبهذه الواقعية. يعني استخدمنا جميع الأجهزة،
كما هي مارسنا التواصل، استخدام الأسلحة، كل شيء على 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 هيئته. حتى أدق التفاصيل في ردات الفعل لنا كممثلين دربنا عليها، وكنا نسمع من يعني من مجموعة كبيرة من المختصين الموجودين في موقع التصوير عن حقيقة حتى ردات الفعل الأبطال. الهدف كان واحد. أنا أعتقد إنه يعني خلينا نقول بطولات أبطال على الحد ما تحتاج هذا التضخيم حتى أنها تظهر، ولكن أبسط حقوقهم علينا إنه إحنا نجسد مشاهدهم بالواقعية اللي هم يعيشوها، احتراما لبطولاتهم، ولا يعني هي واصلة ومعروفة، وكلنا نعرف يعني إلى أي مدى يعني جنودنا على الحد يعني يبذلوا مجهودات تكاد تكون خرافية. شيء بسيط إنه كممثل أنا أستشعر هذا الشيء أكيد، ولكن يعني هذا العمل أعطاني فرصة إني أتماس مع حقائق قد لا أكون يعني أدركها عن صعوبة ما يجري. الأمر صعب 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 للغاية، ولا يمكن يتخطى إلا أشخاص على قدر عالي من الهمة ومن الشعور بالمسؤولية. وإذا كان قبل هذا العمل كان عندي ملايين الأسباب إني أنا أقدر جهود جنودنا، أعتقد أن الآن لدي مليارات الأسباب اللي تجعلني يعني أقف احتراما وعاجزا عن تصور مدى المخاطر اللي هم يخوضونها. أحمد، على طار الصعوبات والتحديات، إيش هي اللي واجهتكم وقت التصوير؟ يعني أعتقد إنه إحنا جاي من خلفية، يعني أنا طبيب مثلا، يعني أنا جاي من خلفية طبية وفنان، كل واحد له تخصص ثاني في الحياة، فيعني إحنا من خلفيات غير عسكرية تماما، وبالتالي كان يعني هذه أكبر صعوبة إنك تستشعر الرجل العسكري كيف ممكن يشعر، كيف يفكر، كيف يتعامل مع الموقف من يعني من حوله. فأعتقد هذه يمكن يعني أكبر صعوبة واجهتنا، ولا إنتاجياً للأمانة كانت الأمور يعني أسهل مما نظن، مع إنه إحنا صورنا في مكان خلينا نقول يعني تقريباً منقطعة فيه سبل التواصل وكذا، المكان صحراوي لحد كبير، بس الإنتاج كان مهيئ كل شيء على ما يجري. أحمد يعقوب، يعطيك العافية وشكرا لك، وشكرا لتواجدك اليوم معنا عبر سكايب. في خبر آخر، وثق مقطع فيديو مشاركة مجندات سعوديات في العرض العسكري لقطاعات وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني، وأظهر الفيديو المجندات السعوديات يلبسون الزي العسكري ويتحركون في صفوف متراصة بالخطوة العسكرية. خلونا نتابع. لما كنا صغار وكنت أشوف أخواني يسووا هذه المشية العسكرية وكنت أشاركهم، كانوا يقولوا لي أنت بنت ليش تسوي، لا تسوي زينا، إحنا هذه بس للأولاد. أنا فخور أني عشت اليوم وشفت تمكين السيدات السعوديات في جميع المجالات، خصوصا في قطاع مهم وحساس في الدولة، وأكيد هم على قد هذه المسؤولية.